الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط ثلاث حاويات تحتوي صمامات ومواد إنشائية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم القصر الجنوبي بمحافظة البصرة. وذكرت الهيئة أن مركز جمرك أم القصر الجنوبي تمكن من ضبط ثلاث حاويات تحتوي على صمامات ومواد إنشائية مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة. كما أعلنت عن تمكن مركز جمرك أم القصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على أدوية بشرية مخبأة خلف أواني زجاجية معدة للتهريب خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. كما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط شاحنتين محملتين بمواد ممنوعة في منفذ زرباطية في محافظة واسط. وذكرت الهيئة أن منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط شاحنتين محملتين بمواد ممنوعة من الاستيراد تشمل مستلزمات طبية ومواد غذائية وكهربائية ومنزلية متنوعة. توقع وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النباتي أن تختتم بلاده العام الحالي بنمو اقتصادي قدره حوالي 5% لتغدو بذلك من أقوى الدول نمواً في عام 2022. وأشار نباتي إلى تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبيناً أن اقتصاد بلاده سجل بذلك نمواً بلغ معدله 6.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري عام 2022 نموا بنسبة 3.9% وفقا لمعطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية. قال مكتب الإحصائيات الأوروبية إن تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو تراجع في شهر تشرين الثاني الماضي عن الأرقام المسجلة في الشهر السابق له. وذكر المكتب أن التضخم السنوي تراجع إلى 10% في الشهر الماضي نزولا من 10.6% في الشهر الذي سبقه في أول تراجع منذ حزيران عام 2021. يأتي هذا التراجع مدفوعا بهبوط أسعار الطاقة بصدارة الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته إلى جانب تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية. قال مصدر لوكالة رويترز إن قرار منظمة أوبك بلس عقد اجتماعها في الربع من كانون الأول افتراضيا يشير إلى ضعف احتمال تغيير السياسة. وأوضح المصدر أن أوبك بلس تفضل الانتظار في هذا الوقت وتقييم نتائج ما سيحدث يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الافتراضي سيركز على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حظر كامل على مشتريات الخام الروسية المنقول بحرا في الخامس من شهر كانون الأول الجاري. والآن إلى أسعار العملات والمعادن. ختام الموجز، دمتم بخير.